أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعي في مؤشراتها. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات جنيه فاصل 998 مليون. صعد مؤشر السوق الرئيسي إيجو إك 30 بنسبة بلغت 3.37% عند مستوى 23131 نقطة. فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجو إكس 70 بنسبة بلغت 3.36% ليغلق عند مستوى 4317 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر إيجو إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 3.64% عند مستوى 6555 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة طلعت مصطفى القابدة بنسبة بلغت 20% عند مستوى 23 جنيهاً فاصل 10. يلي سهم شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 20% ليغلق عند 99 قرشاً. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة العربية للأسمنت بنسبة 20% عند مستوى 9 جنيهات فاصل 36. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة موبكو بنسبة بلغت 7% فاصل 35 عند 630 جنيهاً. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقية. مرحبا بكم على قناة الذهبية ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك وسهلا المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ أيمن. يعني تابعنا جلسة اليوم بالبورصة المصرية والتي حققت قمة تاريخية جديدة ليتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 23000 نقطة، ما أسباب ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا احنا شفنا المؤشر الرئيسي النهارده بيحقق بالفعل قمه تاريخيه جديده لم يطاها قبل ذلك، فوق 23000 نقطه، وكذلك المؤشر السبعيني. لو اتكلمنا عن المؤشر الثلاثيني يمكن احنا شايفين ان هو بيصعد بدعم من قيديات السوق، بدايه من القطاع البنكي ثم تناوله القطاع الاسمده والبتروكيماويات، والنهارده بنشوف قطاعات جديده بتظهر زي القطاع العقاري. يمكن الاسهم المصريه بالنسبه لمؤشرات المنطقه او اسواق المنطقه لسه لازالت اكثر جاذبيه مقررات ربحيتها المنخفضه وتحت تحقيق اكبر ربح للمستثمرين. يمكن احنا شفنا في جلسه امس المؤشر الرئيسي بعد ما طلع من منطقه ال 22000 نقطه وحقق قمه تاريخيه ايضا جديده بالامس، نزل في خلال الجلسه 1000 نقطه ثم ما لبس ان تقلص حوالي 500 نقطه وقفل على هبوط اقل من 1% ليعود النهارده لاستمرار الصعود ويحقق مكاسب حوالي 3.4%. نعم. ايضا ننتقل لتحليل المؤشر السبعيني ببورصه مصر والذي وصل الصعود، ما هي توقعات حضرتك لمؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه الذي قفز اليوم فوق مستوى 3400 نقطه؟ هو المؤشر السبعيني يمكن قبل كده كان سابق، او في النصف الاول من العام كان سابق المؤشر الرئيسي، ويمكن كان طالع حوالي 35% والمؤشر الرئيسي لسه ما تجاوزش صعوده 5%. نعم. وبعد كده انتقل الحال للقياديات وعاد المؤشر السبعيني. النهارده يمكن الجلسه رقم 12 لصعود المؤشر السبعيني. المؤشر السبعيني النهارده برضه حقق قمه تاريخيه جديده عند ال 4327 نقطه، ويمكن قفل بالقرب منها على نفس المكاسب اللي حققها المؤشر الرئيسي 3.4%. المؤشر السبعيني طبعا الاستراتيجيه او العقل الجمعي للمستثمرين الافراد بيختلف شويه على المؤسسات، ولو شفنا النهارده هنلاقي المؤسسات كلها بالكامل بكافه جنسياتها المصريين والاجانب والعرب شارين في المؤشر الثلاثيني، وايضا في صناديق استثمار دخلت المؤشر السبعيني. يعني بالرغم من ان الافراد المصريين بايعين بكميات كبيره النهارده الا ان المؤشر صعد ب استثمارات مؤسسيه دخلت الاسهم القياديه بتاعت المؤشر، واستطاعت ان هي تخليه ند بالند مع المؤشر الرئيسي وطالع بنفس النسبه.
مؤشر ال 70 ممكن دلوقتي المقاومه الاولى بتاعته عند ال 1400 نقطه 1400 نقطه، ولا زال عنده الدعم. نعم، أيضا أستاذ أيمن، في ضوء الأحداث والمتغيرات الإقليمية، ما هي القطاعات الواعدة بالسوق المصري أو المستفيدة من هذه التوترات الجيوسياسية؟ وتقعد حضرتك أيضا قرب تحرير سعر الصرف مجددا. هو أستاذ أيمن، ممكن نقف في مكان فيه شبكة لو سمحت؟ أستاذ أيمن؟ أيوه تفضل. يمكن تختلف الطريقة عن أسوار الجيش. أستاذ أيمن، لا أستطيع سماع حضرتك، ممكن نقف في مكان فيه شبكة؟ تمام، حاضر. تفضل. السوق المصري بيختلف شوية عن الأسواق الخليجية. نعم. المستثمرين في السوق المصري، في عندنا مثلا في مصر نسبة التضخم عالية جدا على الأسواق الخليجية، بيجدوا في الأسهم ملاذ آمن للحفاظ على قيمة المال، وبالتالي هو ده اللي عامل الزخم حاليا، وده لا ينفصل عن موضوع تحرير سعر الصرف اللي فات والمرتقب إن هو يحصل. فده اللي احنا شايفينه في الأسهم الخليجية، يمكن قعدت حوالي 8 9 جلسات من الهبوط، يمكن بدأت تتعافى جلسة أمس وجلسة النهاردة. المؤشرات المصرية يمكن ما تأثرتش تأثير كبير بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة. بالنسبة للقطاعات في السوق المصري الواعدة، احنا شفنا القطاع البنكي، ثم قطاع البتروكيماويات، وقطاع البتروكيماويات لسه في زخم لغاية دلوقتي، ولكن النهاردة بدأ القطاع العقاري هو اللي بدأ يستلم او يتسلم الرايه من قطاع الاسمده والبتروكيماويات. شايفين النهارده في صعود كبير على العديد من شركات القطاع العقاري، يمكن حوالي 7 8 شركات من القطاع العقاري النهارده صاعده بنسب اكثر من 5%. طلعت مصطفى يمكن اليوم الثاني على التوالي، امبارح كان طلع 13% النهارده 20%، وده برضو ليه اسبابه، ان طبعا هيستحوذ على مجموعه فنادق تاريخيه في شركه فنادق مصريه سوديك، امبارح كان طالع 20% والنهارده 6%. اعمار العقاريه طبعا يعني ما تختلفش كتير عن اعمار اللي موجوده في سوق ابو ظبي، واعمار للتنميه واعمار للتطوير طلع النهارده حوالي 8%. القطاع العقاري في مصر يمكن لسه ما خدش حقه شويه في تسعير الاسهم، لسه الاسهم احنا عندنا اسهم ذات محافظ اراضي كبيره جدا لم يعاد تسعيرها بعد التعويم، وعندنا اسهم بتاعه شركات عامله في القطاع العقاري بزخم وعندها مشروعات كبيره جدا زي سوديو قطاعات مصطفى واعمار. شفنا محمد العبار بينتوي ان هو يستحوذ على لسه كنت اسالك استاذ ايمن، اعلن رجل الاعمال الاماراتي محمد العبار مؤسس شركه اعمار العقاريه اليوم عن وجود مفاوضات مع مصر لشراء ابراج في مدينه العالمين، باعتقادك هل تنعكس تلك المفاوضات على اسهم قطاع السياحه او العقار؟ بالظبط، يمكن طبعا تنعكس على القطاعين، ولكن الانعكاس الاكبر هيكون على القطاع العقاري. طبعا القطاع العقاري لسه كنت بقول دلوقتي ان القطاع العقاري لسه ما سعرش اسعار المواد الخام بعد غلائها في ظل نسب التضخم اللي موجوده دلوقتي، وبالتالي احنا منتظرين كمان اسعار العقار في مصر يعني هتختلف عن الاسعار الموجوده دلوقتي في خلال حوالي من كوارتر لاثنين مثلا، من 3 شهور لست شهور هنلاقي في اسعار ثانيه، لان طبعا اسعار المواد الخام الداخله في العقار اذا كان حديد اذا كان اسمنت اذا كان خشب، كل هذه الاسعار ارتفعت بنسب 200 و300 و400%. يمكن كان في عندنا ستوك من العقارات اللي موجود مبني بالاسعار القديمه ابتدى ان هو ينتهي، والاسعار الجديده ممكن نشوفها في خلال الاشهر القليله القادمه. يعني دي مش الاسعار العادله او القيمه العادله. بالظبط. نعم. وده اللي استشعره المستثمر الاماراتي محمد العبار، وبدا ان هو يزود استثماراته، لان استثماراته هنا في مصر كتير طبعا. صح. يزود استثماراته في مصر بشراء هذه الابراج في العالمين.